سلام دري دريات معكم ار على فيديو جديد ستوري تايم جديد. طبعا داك النهار درهم اللي دخلتكم ستوري تايم لاحظت بلي عجبكم بزاف وحاولت تسمعوا الكوارث اللي دوزت في حياتي ياك غاتعرفوا الدراري خصكم تعرفوا طبعا. اليوم الدراري غتكون واحد ستوري تايم اللي غتكون مختلفه بزاف حيت ستوري تايم هذه كتجمعني مع الدراري صحابي. اول حاجه غير كنتخيل الدراري كنبدا نضحك بوحدي ما عرفتش علاش حيت فريمون هذا الشيء هذا اللي غنعاود لكم راه كارثي 100%. باش بلا ما نتعطل عليكم الدراري اللي باقي جديد يشوف شوف داك بطونه حمراء عندي طرشت ليتس جو يا سيدي. ما بينا ما علينا خارجين حنا والدراري بحال هكا كنا مجمعين بحال هكا شي ثلاثه بينا. انتم كتعرفوا الدراري الدراري ملي كيتجمعوا مثلا كيخرجوا في الطوموبيله شوف هاد العباره رجعت دابا حتى عند الدريات بزاف عاود كتكون شي دريه عندها طوموبيل كتجمع صحاباتها كيخرجوا. انا كندوي دابا من النطاق ديال الدراري بحال هكا كنا ثلاثه بينا ولا اربعه بينا لا اربعه تفكرت اربعه بينا في الطوموبيل الدراري في واحد الجهه في مارتي لا كتعرفوا فين جات مارتي راه غنيه يعني التعريف طبعا. واقفين في واحد الرومبوان اللي في القاع ديال مارتي يعني البحر كاين واحد الكورنيش في الشمال وما فين كتخلفوا كيكون داك التروطوار على البحر يعني انت كتخلفوا في الجهه هذه. نعم سيدي واقفين بالطوموبيل بحال هكا كنشربوا قهيوات ولا المهم كنا تما كنضحكوا غا واقفين بالطوموبيل وحصت نعم سيدي قلبها يسوق قلنا له اوكي سوق حتى حنا ماشي من المعكازين عاود شام بغيتي تسوق سوق يا عندك برميه ما عندكش سوق مع راسك. انا شال ركبت كنعملها القلب ديالي ما مطمئنيش ني صاحب الله الطوموبيل كتكون باقا بعيده كيفراني وباش ملي كيوصلوا قدامها كيوقف بشويه داك خونا لا الفران ما عندوش معاه فهمت خونا مخاصم مع الفران يعني خالق بحال هكاك خالق السيد اغريسيف ما عندوش مع شينا بحال هكا الطوموبيل الاولى تا كيوصل للترمته عاد كيبدا يفراني كيقول ماشي عباد الله 60 70 كيلومتر في الساعه تا كيوصل بحال هكا هاي الطوموبيل وحنا ماشي نطاق تا كيوصل بوال الاخر عاد كيوقف. ما نكذبش عليكم يدي في كرش هاد الدراري لحقاش فهمتو قال انا حيت انا هو اللي جالس قدام مع كنشوف داك المنظر بحال هكاك تا كيكون غيقرب على غيفراني شنو كندير كنبغي زعما نطور رجلي فهمتي وداك الخلعه اوتوماتيكمون كنطول واحد الرجل بحال اللي انا غنفراني فهمتي بحال كسيراتور عندي والفران عندي تماك كوبي كولي زعما ايوا نعم سيدي دوز عليا المره الاولى والمره الثانيه دابا انا كنركب طوموبيلات عادي ولكن النهار اللي ركبت مع داك خونا هذاك حاشاكم الغدا اللي كنت كليته من هنا واحد السيمانه قبل كنت غنرجع كان خصني ما عرفتش انا شكون هذا خونا هذا اللي خرج للباب انا عارف قصتك تشوف هذا الفيديو هذا تعلمتك الله يخليك. غنقول زعما جميع الدراري زعما اللي عندهم هاد السوقان بحال هكا ديال البنا الله ينعل دوارنا ديك الجهه ديال مارتين كامله بحال هكاك مارتين مشي للريكون يعني قريبه لمارتين يعني واحد 20 دقيقه بحال هكاك ديال الطريق عاود رجعنا. المهم هاد الشيء كامل ونفس السوقان عنده ديال الهجي ما فهمناش حنا علاش والمشكل مع واحد خونا كان راكب اللورا ما كيسكتش دابا الصوت اللي كيسوق اصلا غب بوحدو كيسوق مع الصبر شو فهمتي خونا هيدا كيسوق خونا كيسوق كاي واحد عاود في اللورا عاود تاوتي وما بغاش يسكت الدراري وكنطلبو رجعنا كنطلبو يا ربي غيسكت هاد خونا ما سكتش مره الهضره هو هذا الشيء هذا سوقان واش هذا سوقان واش هذا سوقان. المهم تضربت بينا واحد الدوره كبيره نعم سيدي ورجعنا لمارتي دخلنا هذه المره في وسط مارتي وداك الصوت اللي كينقر بزاف شنو بدا كيقول انت ما كتعرفش تسوق ما كتضرش بحال الناس وكان واحد الدربه الدراري كان خصو يدخل فيه داك خونا اللي كيضرب بزاف قالوا دخل في هذا الدرب. المهم موليستاه بزاف المهم موليستاه ديال بصح ما نكذبش عليه انا نكون في داك البلاصه ديال داك خونا اللي كيسوق غنبدا نطرش غنبدا يدهنا ويدهنا ما نكذبش عليك فهمت واخا انا صايق غنوقف داك الطوموبيل فضينا حنا مشي سوق غنسكت الطوموبيل غتسكت سالينا بوان فين ولا طاف 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 واخر اللي كيسوق كاعي فعود مثلا يوقف الطوموبيل يدير شي لعيبه ماشي حركه ماشي حركه قصات فهمتي شي لعيبه بحال هكا قول يسكت بدا بدا هو لا وشنو غايدير مع بدا كيزرب عليه كيقول له دور 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 بدا كيعاود له 100000 مره خونا جام دار ضربه واحده دخل في السيره مع كان واحد السيره هي تروطوار مع كان واحد تروطوار الدراري عادي انا جالس بحال هكا في القدام كنشوف الطوموبيل عم تفوت وحق الله شوف باقي كنعقل على هذه اللحظه هذه هادشي هذا عمرو يتنسى لي صراحه التروطوار عالي يا عباد الله يعني ماشي داك العلو اللي ماشي ديك العلول اللي صغير لا التروطوار عالي بصح الطوموبيل كتحس بها غا كبرات انا في بالي كنقول شاد العجب واش كنطيرو ولا شنو عمل هاد خونا بقيت كنشوف فيه شنو غيعمل اخر ملي طلع فوق التروطوار عاود هبط من جهه اخرى ديال التروطوار اخر يعني حنا كيف شوف كاينه طريقه هايده وخصك تدخل هايده داك خونا شنو عمل
خلى الطروطوار في الوسط دخل فيهم شل طريق اخر وش فهمت يعني احنا دخلنا في داك الدخله من الطروطوار من الوسط قال لك خير الامور اوسطه فهمت الدراري والله ما مزيان يكون عندكم صحابكم حومه والله راه مزيانه واحد الناحيه ولكن من ناحيه اخرى مقاود فهم اجيبها براسك يا غاد موت يا غاد ودابا المشكله الدراري هي داك الطوموبيل هذيك فاش هبطت من داك الطروطوار شنو عمل قولوا لي شنو عمل داك خونا اللي كاين اللي كان كيسوق نعم سيدي عاد هو ارتاح وحلات له يعمل لهذاك الفران يسكتها ما تبقاش شاعله يطلع فران جديد ويخرج ويغوت في الاخر وغوت فيها الصد قبل ما توقع داك الكارثه راه قبل الطوموبيل ما تشوف السماء انت خصك توقف سبوا اي حاجه فهمتي ضربوا اي حاجه ماشي نعم سيدي تا قلنا غنطيروا انا فهمتي تا حسيت براسي كنطير صافي عاد هو نعم سيدي دخل هكاك في وسط الطريق باق ايوا الطوموبيل ما جا من هنا الطوموبيل ما جا من هنا وداك خونا عاد حلف ما يسوق شنو غيعمل داك خونا هذيك هي الساعه الاخريه عاد هما بداو كيهضروا يسبوا في باطن الطوموبيل مورانا كتكراكسوني الطوموبيل من قدام ما جا انا شنو كندير ايدا واقف وسط الطريق ما نكذبش عليكم شنو غادي نعمل ما نعرف تلاقيتي مع بنادم فرك صافي جاتو كان هكا كيدير داك الطوموبيل بحال هكا في داك الوقت وانت طرطق داك خونا اللي طلعنا فوق الطروطوار شنو قال لك صافي انا قررت واحد القهوه ولا كان عنده شي شغل في داك الوقت قال انا غنخلي الطوموبيل هنا وغنمشي للشغل وصافي الدراري سيت عاد لقد راسو قال لك انا ما باقيش نسوق انا قلت له والله ما باقي تسوق بيا وبالرب لا بقيت نركب معاه اش غندير الدراري شبرت داك الطوموبيل حركت من تما كنا مشينا فهم كان معنا واحد بوراس فهمت طويل سيت جامدي في غير الطاوله ما كيعرفش يسوق لكن هاني الدراري ها وداك بوراس داك الطويل هو اللي في داك الهضره سبحان الله وفهمت تسطا هادشي ما تعرفش سبحان الله دابا الذكوره علاش كيموتوا دغيا هادشي علاش الذكوره كيموتوا دغيا الدراري حنا ما فاهمينش فهمت حنا كنجيبوا شي حاجه كنمشيو ليها همجيه هادي الدراري خارجه المنطق طوموبيله تخيل في الشتا الناس كيجلسوا الفيضانات فريمون كانوا شت الايمات في مارتي وانا شامتي كنت شابر داك الطوموبيل وخارج مثلا بحال هكا بالليل داك الشتا شويه كنشوف الطابه ديال الطوموبيل من هاد الجهه طارت من هاد الجهه طارت من الجهه القدام الطوموبيل تفسخات فهمتي يعني كخدام مثلا بنت في داك الموقف شنو غدير غتقلا صافي غتسكت داك الطوموبيل وغتبدا تبكى غتبدا تشهد تقول انا غنموت الفيضان لكن فهمتي يعني حنا دراري لا كتخرج بحال هكاك فهمتي كتطلع يما فوق السيره داك الوقت الدراري كنت طلعتها فوق السيره حيت السيره كانت عاليه شويه على الكاراتيره هو الطروطوار السيره هي الطروطوار تفكروا كنت عاديه شويه على الكاراتيره وقفت تماك ما كانش واصل الماء بزاف بحال في وسط الطريق هادي طارت بيخ 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 واخونا كان جالس قدامي شنو قال لي في داك الوقت الفياضه الناس كتموت الاخبار كتوصي بنادم يخرج من الدار داك خونا وفين ما نطلعوش من طنجه دابا الناس كتموت اللي كيغرق قال لي خصو يشري كاميرات باش يبقى يقدف خونا خصو يطلع من طنجه باش غنطلعو حتى راه عندنا طوموبيل مسكينه فهم انت باقا ما شدناش الطريق بدات كتفسح كنا شدينا بها الطريق راه مشكله مع داكس ما ادري كيما كتشوفو كان هذا هو الصوره تاعنا اللي عاود لكم اذا عجبكم هذا الفيديو الدراري نتمنى تابعوا طبعا منكم خصكم تبداو تشوفوا داك البطونه حمراء وعندي مدار شيار ضعف كليكو فيها الدراري خليو تماك شي جيم شي كومونتير اذا عجبكم الفيديو وان شاء الله فيديو اخر راه ما كاينش الحبيس الدراري يمكن لك غير الفيديوهات يمكن لك غير الزهو والرياكشن ملي غيكونوا طراكات وحنا بيس مع راه حنا مرتاح حنا كرتاح يلا الدراري نخليكم بيس